الأحباء والأعزاء في كل مكان بإذن الله، مشاهدي ومتابعي قناة جواهر سويس، أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة. وبنتابع يا جماعة جولتنا، وجذبني بالأمانة شوية سمك عنبك شغل فلايك، هنتابعهم بعد كده نخش على الوجه على وجه الراجل الطيب ونسأله اللي احنا عايزين نسأله. ده شخرم يا جماعة، عكر على شخرم، كله عكر حاجة، كله عكر؟ اه كله، يعني في عكر وفي مش عكر. لا اي كلها فيه عكر. بص العكر هي موجود اصبر يا جماعة، ودي برضه نفس البيئة ونفس المكان يا جماعة، ما تقلش جودة. ده حجم معين من الشخرم، في شعورة صغيرة، يعني انا بعتب على الراجل اللي اصطادها بس هي بتطلع في الشبك. اه يا طارق، تمام. وفي سجان رفيع يا جماعه، وفي بسم الله ما شاء الله حفاره على سهليه، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. وشويه سجان يا جماعه ماشي، مش هيفتح ده. لا 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 لا، اه ليه يا جماعه؟ عشان بطنه جامده وحجر كده، يبقى سهليه على حفاره على سجان، على لاشته، على لاشته، على سجان او بطاطا زي الاسكندراني ما بيقولوا. وفي بقى حجم انا ما شفتهوش في السوق من شهور يا جماعه، من اول الوقف بتاع الصيد انا ما شفتش بالامانه حجم الشخرم ده. كان في حبيبي كان عايز، وللاسف انا ما لقيتلهوش في اليوم اللي كان عايز فيه. شخرم يا جماعه عكر بتاع العنبك كنال، بسم الله ما شاء الله. وفي سجان رفيع، وفي شخرم هو مقسم على احجام تانية يا جماعه، تمام. لكن اللي هي نورت الفرش شويه الشخرم العكر الجميل باذن الله. وفي شويه جمبري ابيض على ازاز. ومن هنا بقى نبدا نقول صباح الفل يا جرايح. فينك يا جرايح؟ موجود عم احمد تحت النظر. الناس بتوع الفلايك جابوا لك السمك. اه ان شاء الله، ولسه ماشيين مش كده؟ ان شاء الله. وانا والله جاب المصادفه، يعني الحمد لله. انت سعيد بتساعد بتقول لي بس انه بادي، انا اللي رزقي واسع وجيت لك على طول. الحمد لله الحمد لله. نبدا مع بعض الاسعار. اتفضل. اصبح على حبيبي، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الشخرم الجميل ده باذن الله تعالى طالع بكام؟ ده ب 40 يا عم احمد. ب 40 يا جماعه. انا سايب الكاميرا عليه على اساس ان في ناس بتبيعه بالامانه ب 60 وب 50 وب 50 وب 60، لكن هو كلمته لو الله لا قدر خالفها. ليكوا تعليقاتكم على القناه، قولوا الراجل ده قال كده وباع لنا بقد كده، صح ولا غلط؟ تزعل دي؟ لا يا حاج، لان المصداقيه قدام الكاميرا زي الزقية بعد الكاميرا. ما بعتب عليها جرايحي، بعتب عليها. آه. للاسف مش هقول اسماء. ايوه انا بصور عند سين من الناس. تمام. ادي السمك، ادي الحجم، ادي كله الجوده واسعار. اسعار وهي هي الاسعار. تمام. لا ما بتكلمش عليك. انا بصور. ويجي زبون او واحد عندي من القناه يقول لي يا باشمهندس احمد انا رحت خدت حاجة مخالفة للي انت صورتها. أنا ذنبي حاجة؟ لا لا لا. يرجع لضمير مين؟ للبياع. البياع. البياع. صباح الفل. أبو وعد يا جماعة، تعالى قرب كده. أبو وعد أهو. أبو وعد أهو، صباح الفل. أبو وعد. الاثنين إخوات يا جماعة. أيوة إخوات. طبعًا محل؟ اسمه حمادة عز. حمادة عز، الحاجة حمادة عز يا جماعة. دول نورتوا، يا رب يبارك فيكم. أرجع لكلامي يا عم جراحي. إن أنا بصراحة بقيت محرج أشجع واقول فلان تاني ايا كان. انا معاك. عشان كده يا جماعه يا جوار السويس اللي بيسالني هقول لكم روحوا شوفوا بعينيكم وشيروا بنفسكم وشوفوا الاسعار برضه. لا ما هو دلوقتي انا صورت عندك اهو. العكر ده طازه وزي الفل. الله لا قدر مش عندك، جالك شويه عكر تعبانين وحطيتهم وبعتهم زي الفيديو، يبقى مين اللي كذب؟ مش انا. ايوه مش زي صح ولا لا؟ صح صح. يا جماعه اعذروني، انا اي حد، ودي برساله بقولها للكل، اي زميل او محب للقناه، انا الفيديو بتاعي استرشادي لوقت التصوير، بعد التصوير انا مش مسؤول، صح ولا غلط؟ تمام صح، لان كل واحد يرجع لضميره. واحد صح. بيلتزم
ويقول لك لا اللي انت صورته مش موجود واستنى عليا يومين. تمام في واحد لا بيخالف يقول لك عايز ابيع كده كده حاجه تعبانه. تمام يبقى انا ببرئ ذمتي يا جماعه، اللي عايز يشتري يشتري برؤيته وبحضوره. صح ويجي يشوف اللي اذا كان عارف ليه علاقه بفلان وعلى طول عارفه دي حاجه خرجت عن. تمام خلاص انت في ثقه بينك وبين الراجل، انا ماليش دعوه بقى وبينه وبين ربنا كمان، لكن انا مش هتدخل يعني. تاني يا جماعه بعيد، معلش انا بزيد في الحته دي ليه؟ لان انا اتعاتبت قالوا لي يا باشمهندس احمد بعد ما اتصورت تاني يوم بناخد خدنا حاجه مخالفه في الجوده وفي السعر. ايوه فانا ببرئ ذمتي، اللي عايز يشتري السوق موجود ويجي يشوف بعينه وده ليه محل واحد. السوق ليه في ألف محل، ألف محل صح ولا غلط؟ صح. العكر ده بكام؟ العكر ده عامل 100 جماعه. ده الناس اللي غاويه شخرم مش هتمل ولا تستخسر فيه الفلوس. اولا ده مش الموسم بتاعه ولا موجود الحجم ده يا جماعه. الجمبري ده ايوه بكام؟ 140 يا جماعه. ازاز على عبيدي ابيض. الشخرم الرفيع ده عن الثاني بكام ده؟ هو ده ب40 برضه. ب40 تمام. انا ببيعه ب40 تمام. والسيجانه الرفيعه دي عامله 50. غاليه يا جراي. هي قطعة ب50. لا يعني هي وقتها دلوقتي 50. اه والكبيره شويه؟ والكبيره دي عامله 100. عامله 100. مع الحفاره مع الحفاره يعني يا جماعه التشكيله دي كلها اللي عايز ياخد ب 100 جنيه تمام. وقلنا ده ب40 جميل جدا. الكلام اللي انا قلته ده يزعل؟ لا ما يزعلش. لا ولا ما يزعلش. كلام عشان جمهوري ما يزعلش مني. لا ما يزعلش. وكل واحد يشيل شلته. صح كده؟ صح. وكل واحد ما يضرب نفسه. ربنا يوفقك حبيبي حاج احمد ويزيدك من رزقك من رزق الله حبيبي حاج ودايما منور القناه حبيبي حاج احمد. السلام عليكم. سلام يا حاج احمد. مع السلامه.